محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قصی بن قلاب بن مرہ بن قاب بن لعی بن غالب بن فخر بن مالک بن نظر بن قنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن ماد بن عدنان وبن اسماعیل علیہ السلام وبن ابراهيم عليه السلام بن آزر بن نهور بن سروغ بن رعوب بن فالق بن هود عليه السلام بن صالح بن ارفخشد بن سام بن نوح عليه السلام بن لامك بن متوشالح بن ادريس عليه السلام بن يارد بن محللئيل بن كنان بن انوش بن شيس وبن ادم عليه الصلاه والسلام.